هل يترك أنجين ألتان تركيا ويتجه إلى أمريكا؟ قبل فترة انتشرت أنباء أن الفنان أنجين ألتان دوزيتان بطل مسلسل قيامة أرطغرل تلقى عرضاً ليمثل في مسلسل من إنتاج أمريكي، وأنه سيكون الممثل التركي الوحيد في المسلسل وأضافت وسائل الإعلام التركية إنه في حال وافق سيضطر للانتقال للعيش في أمريكا مع عائلته، لأن التصوير سيستمر لسنتين، وسيبدأ التصوير بحسب الصحيفة في سبتمبر المقبل، إلا إذا قررت شركة إنتاجه تأجيله بسبب الأوضاع الكارثية التي تشهدها الولايات المتحدة مع تفشي وباء كورونا فيها. ذكر أن أنجين ألتان دوزيتان كان قد صرح قبل فترة أنه لن يشارك مجدداً في أي مسلسل تركي بعد إيقاف مسلسله الرصاصة إثر فشله جماهيرياً وتدني نسبة مشاهدته، وقال إنه من الممكن أن يشارك في أعمال مسرحية لكن لن يعود إلى المشاركة في المسلسلات. وكانت الحلقات الأولى من المسلسل قد حققت نسبة مشاهدة عالية، إلا أنها بدأت بالتدني بشكل كبير. ولكن شارك أنجين بعد ذلك في مسلسل قيامة عثمان الأجزاء التابعة لمسلسله الشهير قيامة أرطغرل. وأنجين ألتان ممثل تركي ولد في 26 من يوليو عام 1979 في إزمير، وهو من أصول ألبانية. وبدأ أنجين حياته في التمثيل في المدرسة الثانوية، ثم بدأ دراسة المسرح، انتقل بعدها إلى إسطنبول ليبدأ حياته المهنية في التمثيل. بدأ أنجين مسيرته الفنية عام 1997، بدأ عمله في جامعة إسطنبول في عام 2001، كما أنهى شهادة الماجستير في جامعة العلوم التطبيقية في البحرين، ولعب دوراً في مسرحية كارينينا. اشتهر الممثل التركي أنجين ألتان دوزيتان بعد دوره المميز في مسلسل قيامة أرطغرل، حيث قدم دور البطل أرطغرل بن سليمان شاه والد المؤسس عثمان، وحظي بشهرة واسعة في البلاد العربية والأجنبية. كما اشتهر أنجين بمسلسل الرصاصة، ومن أشهر أعماله أيضاً مسلسل أنت وطني الذي شارك في بطولته الفنان خالد أرجنتش، والمسلسل يحكي قصة حقبة زمنية قديمة. وقدم أيضاً مسلسل الجريمة، وفي عام 2012 قدم مسلسل لغز الماضي، وشارك أيضاً في نسور الأناضول، وشاركه البطولة أوزغي أوزبيرينتشي وتشاتاي أولسوي.